السلام عليكم، تحياتي للجميع، تحياتي للنساء، تحياتي للرجال، تحياتي لكم من كل مكان وزمان، تحياتي لكم الإخوان. جيتكم بفيديو جديد، عاد جيت من الخدمة الإخوان. إن شاء الله غادي نعطيكم الرقم اللي وعدتكم غنجيب لكم ديال السيد اللي توسطات له هذيك المدرسة باش يمشي يقرا اللغة الإسبانية باش يدوز لإسبانيا. المهم من هادشي كامل غير باش يهاجر هو لإسبانيا الهجرة الشرعية، باش يهاجر هجرة شرعية، باش بنادم ما يمشيش يتكرفص. اليوم غنهضروا على الهجرة الغير شرعية والتكرفيس ديالها، وما ننصحكمش بها الإخوان. الهجرة دائما هجرة شرعية كيكونوا فيها أهداف وممكن تدير مستقبل، أما الهجرة غير شرعية الإخوان كتوصل لهنا أو أي دولة في أوروبا ولكن ما كديرش الاوراق، لانه من بعد الاخوان حتى الا بغيتي تتزوج ولا بغيتي دير شي حاجه راه كيوقع لك مشكل، كيسحبوا منك الباسبور. هادشي اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله، نوضحوا الامور لبعض شي ناس ان شاء الله اللي راهم في تركيا واللي عاد كيفكر يمشي لتركيا يضيع فلوسه. اليوم ان شاء الله غادي ننصحكم الاخوان وغادي نعطيكم الرقم ديال المدرسه اللي كتوسط لكم، هي اللي كتجمع لكم الدوسي، هي اللي كتوسط لكم باش تمشيو لإسبانيا. إسبانيا بوابة أوروبا، ممكن تمشي من بعد لأي دولة. المهم البداية هي اللي صعيبة الإخوان، إنسان يمشي بورقات. اليوم إن شاء الله عندي بعض السؤالات، والناس راهم دابا راهم صيفطوا لي ميساجات قالوا لي باش ان شاء الله غنعطيكم هذا الرقم وغنهضروا في الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. الهجرة الإخوان الشرعية كتجي بوريقاتك، بهاد المعنى باش الناس يفهموا كاملين ان شاء الله نفهموا اليوم الناس. كاين اللي ما كيفهمش كيصيفط ليا في الخاص، ان شاء الله اليوم نفهم لكم كل شيء. الهجرة الشرعية هي الانسان كيجي بوريقاته كتجي بالطيارة. الهجرة غير شرعية هي الناس اللي راهم ساكن راهم مكرفسين دابا راه كيمشيو لتركيا، ولا الناس اللي عاد راغبين يمشيو لتركيا وعندهم معلومات غلطة كيسحاب لهم يمشيو لتركيا وحرقو من تركيا. اليوم جبت لكم معلومات كيفاش الناس كتحرق من تركيا وكيفاش الناس كيوقع لها مشاكل من بعد. الناس راه كاينة معانا، كاينة الناس 7 سنين، ناس 8 سنين وما عندهم لا اوراق لا والو، باقيين بلا اوراق. تصور نتايا تمشي تكرفس في تركيا وتعرفوا المعاناة كي دايره تركيا ودوز لليونان. اليوم ان شاء الله غنهضروا في هذه المواضيع، اليوم ان شاء الله غنوضحوا كل شيء. لقاش كاين بعض الناس، بزاف الناس اللي قالوا لي كيشوفوا قنوات اخرين تكذبوا عليهم الهجره من تركيا وكذا وكذا وكذا. الناس دايرين قنوات الله يكون في العوان هذوك الحراقه وداك الشيء، وكيفسروا للناس بان الا حرقتي راك غادي دير واحد المستقبل. اليوم نوضح الامور الاخوان بالنسبه للاخوان الناس اللي كتمشي كتهاجر لتركيا. اول حاجه، علاش تركيا اصلا فاتحه، علاش تركيا فاتحه الحدود ديالها وما دايرهاش فيزا؟ بالنسبه لتركيا فاتحه الحدود ديالها باش الناس تمعش الفلوس، كل شيء على الفلوس الاخوان. فاتحين الدوله ديالهم بدون فيزا للسياحه، والمغاربة كي راك عارف الله يكون في العون، الانسان كيمشي باش يحرق، باش يمشي من تركيا يحرق لليونان، من اليونان غيدوز لمقدونيا، من مقدونيا راكم عارفين فين، وكتوصل حتى لهنغاريا، وهنغاريا خصك تدفع الفلوس. المهم انا نفسر لكم السيد شنو وقع ليه باش حتى نتوما ما تطيحوش في الغلط الاخوان. السيد القصة ديالو هي هادي، مشى لتركيا خسر بزاف ديال الفلوس، خسر بزاف ديال الفلوس. راكم عارفين المعيشه في تركيا راه ما عندك لا باك لا مك لا عائله لا والو. في تركيا كتخسر المال كثير في تركيا. ملي كتخسر المال كثير الا كان عندك النصيب كتلقى دوك المهربين كيهربوك لهذيك الدوله ديال اليونان. من اليونان كتمشي لمقدونيا، من مقدونيا كتمشي لصربيا، من صربيا. هادشي راه كله معاناة الإخوان. أنا دابا غير كنبسط لكم الأمور باش تفهموا.
هاد السيد هذا صديق عاود ليا مسكين، كيفاش دوز المعاناة ديالو من دولة لدولة والمصاريف اللي صرف، وزائد على هادشي ملي دخل النمسا، ملي مشى لليونان، من اليونان داز دول عديدة اللي هي مقدونيا، صربيا خصك واحد اللي غيدوزك من صربيا للحدود ديال هنغاريا. المهم السيد خسر بزاف ديال الفلوس، الإخوان خسر بزاف ديال الفلوس. المهم دوز واحد السيد جزائري هو اللي دوزو من صربيا للحدود ديال هنغاريا، من الحدود ديال هنغاريا داز النمسا، ومن النمسا كل واحد وشوف شنو كيبغي، كاين اللي كيجلس في النمسا، كاين اللي ولكن هو قال لي ولكن الى دزتي لهنغاريا. المهم انا غير كنحكي لكم هذه القصه هذه باش الانسان ياخذها عبره وما يمشيش. لا انصحكم بالهجره غير شرعيه، الهجره الشرعيه راه افضل الاخوان، انتم غتعرفوا علاش افضل، انتم راكم ذكيين وغتخمو غتعرفوا علاش. فاش كدوز لصربيا كيخصك واحد اللي غادي يدوزك الحدود ديال النمسا، غير الحدود ديال النمسا، انا ما قلتش النمسا، ها الحدود ديال النمسا. هاد السيد خدا منو 500 الاورو، 5000 درهم، هادي غير من صربيا للحدود ديال النمسا. من الحدود ديال النمسا السيد تلقى واحد المصري كذب عليه، قال له بان الدوله ديال النمسا خايبه وكذا 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 وكذا، ورجعوا حقا. سمحوا لي الاخوان، علاش هو مشى من سميتو مشى من صربيا وخلص السيد؟ لانه الا شداتك الشرطه ديال هنغاريا ودرتي البصمه ديالك في هنغاريا، ما عمرك غادي تمشي دير لو جو في شي دوله. مثلا الا جيتي لهنا لفنلندا غيردوك لهنغاريا، متفقين؟ المهم الاخوان السيد تعذب العذاب الاليم، وفتالي جا لفنلندا. فاش جا لفنلندا دوز فيها 7 سنوات، فاش دوز فيها 7 سنوات جا واحد الوقت وردوه في حاله. ماشي غير هو، بزاف دابا الناس اللي راهم غيصيفطوهم في حالتهم، سبع سنين، تصور 7 سنين، وخدم في ديك 7 سنين خدم فيها. ما ننصحش بالهجرة الغير شرعية، راك غادي تضرب هاد التمارة كاملة وفتالي غادي يردوك في حالتك. تصور هاد كل شيء، هذاك الحلم ديالك كله غيتبخر وغيردوك لبلادك. لهذا غادي نوريكم الطرق، كل مرة غادي نحط لكم فيديوهات الطرق كيفاش تمشيو. بالنسبة للرقم نجيب لكم الرقم ديال المدرسة الإخوان، كتخلي التليفون خليته في الشارج. كون هي قيدتها في السيلو، المشكلة نبقى نقلب في التليفون. غادي نخليها لكم تحت في صندوق الوصف. هاد المدرسة كتوسط ولكن بالفلوس الإخوان، باش ما تقولوش راه كنقول الهضرة واضحة باش ما تفهموش غلط. مدرسة كاينة في الرباط وكاينة في مراكش، هادي هي المعلومات اللي عندي على هاد المدرسة هادي اللي توسطات لهاد السيد، هي اللي كتصاوب لك الطوسي. معرفتش كيفاش شنو قيدت لها كاع الرقم.
انا غادي نحط الرقم، ما لقيتش الرقم الاخوان، غادي نحط الرقم في صندوق الوصف. هذا عطى لي السيد، هتصيفطو لي السيد، هتصيفط لي الرقم السيد الاخوان، ولكن العكوسات سبحان الله العظيم. ماشي مشكل، غادي ندخل الواتساب وغادي نهز الرقم وغادي نصيفط لكم بلا ما نقوله في الفيديو هنايا. بصح لانه الانسان انا حطه في صندوق الوصف الاخوان، هتلقاو الرقم في صندوق الوصف. هاد المدرسة الاخوان كدفع. المهم نتوما غتعيطوا، نتوما غتكتبوا لهم في الواتساب، هما غيجي، هما غادي يعطيكم معلومات. انا ما كنعرفش هاد المدرسة، ما عنديش عليها شي معلومات. المهم السيد اللي مشى معاهم، اللي توسطوا له وجا لاسبانيا، هو اللي عطاني هذا الرقم، وانا غنخلي لكم هاد المعلومات، غنخلي لكم الرقم في صندوق الوصف، ولكن المعلومات ما عنديش على ديال المدرسة. نتوما غتكتبوا معاهم وغتشوفوا الشروط ديالهم. الا طلبوا لكم الاخوان بزاف ديال الفلوس، اذا راه كسر عليهم بنادم، راه كاين طرق وحده اخرين. الا لقيتي راسك غلاو عليك واحد الثمن خيالي، انا كنقولها الا لقيتي راسك غلاو عليك وما قادرش على داك الثمن، كاين طرق وحده اخرين الاخوان للانسان يمشي بهم. كاين مواقع، كاين كونترات للانسان يمشي بهم افضل من الثمن اللي غيطلع. انا ما عارفش، ولكن انا كنتنبأ، انا كنفكر الا هما طلبوا لكم شي ثمن خيالي، كاين طرق وحده اخرين افضل. ولكن هادو راه كيتوسطوا والانسان كيوصل. علاش انا السيد هذا اللي كنثق فيه، قلت له واش هما اللي توسطوا؟ قال لي هما اللي توسطوا لي، هما اللي كانوا سبب باش انا مشيت لاسبانيا. المهم الا هما غلاو عليكم، لانه راه تعرفوا راه الانسان راه ماشي بحالي انا. دابا هاد المدرسة غيشوفونا حنايا كثرنا عليهم، نتوما كثرتو عليهم وبغيتو تمشيو، غادي يبقاو يديروا واحد الثمن خيالي. هذا هو العقل ديال العرب. هادشي باش انا تنكر، هذا هو العقل المغاربة، العقل ديال العرب اون جينيرال. غيشوفو الناس كثروا عليهم، غادي يطلعوا واحد الثمن خيالي. نتوما كتبوا معاهم، قول لهم السيد هذا كيصيفطنا، الا كان شي ثمن مزيان مرحبا، قولوا لنا الثمن اللي مشاو بهم، اللي مشاو به الناس اللوالا. الا كان شي ثمن غالي بناقص اخونا، كاين طرق وحده اخرين الاخوان. اللي عنده شي كيف ما تيقول، اللي عنده باب وحده الله يسدها عليه، ما كاينش شي باب وحده، كاين طرق بزاف الاخوان. متفقين؟ المهم كتبوا لهم في الواتساب وكتبوا لي في التعليقات شنو كاين. ان شاء الله ما يكون الخير، نتمنى الخير لجميع الاخوان. وبالنسبه للناس اللي راهم في تركيا، رجعوا لعند والديكم الاخوان، رجعوا عند والديكم، راكم غير تضيعوا الوقت. راه شحال من وحده عايشه غير بالنصب والاحتيال، مسكينه الله يكون في العون. السيد مشى سافر لتركيا، وحده تلاقاها مسكينه، عرفتي نصبات عليه، وهي مغربيه وهو مغربي، ما بغيش هادشي، لانه الانسان ما يلقى ما ياكل تما، ما تلقى، راك ماشي في داركم. اللهم اختي رجعي في حالتك لداركم، رجعي حدا باك وامك، راه كاين بزاف ديال الطرق، غير هما خصهم الوقت والمسائل القانونيه، كيخصها شويه ديال الوقت، وخصها راه ديك الطيران بزاف راه تجيبيها في راسك. الناس راه دوزو هنا 7 سنين، تصوري انت تخسري 7 سنين من حياتك، وفي التالي يردوك، وسبع سنين ما غتزوجي فيها، ما غديري وليداتك، ما غديري مستقبلك، ما والو. وانت كذلك اخويا العزيز كنصحك ما تمشيش هجره غير شرعيه، ما غاديش يقبلوك الاوراق، وتا الا بغيتي تتزوج ما يقبلولكش، الا الناس اللي جداد، الناس اللي جاو جداد غادي نوريهم شنو يديروا. ولكن اللي قدام ضربوه هنا 4 سنين 5 سنين كيبقاو غاديين، ما تهزهم واحد النهار كيرميوهم في المغرب، تيقولوا لهم ما كاين لا لوجو لا والو. لوجو الانساني كاين، ولكن ماشي للناس كاملين. باش تقول له راه العرب، الناس ديال سوريا العراق كيقبلوا لهم اللجوء، لا، هاد السيد هذا اللي قال لي هاد المعلومات عراقي وما قبلولوش، ورسلوه البلد الام، رسلوه لبلاده، دوز 7 سنين في فنلندا، وفي التالي ردوه لبلاده. تصور انت دوز 7 سنين خدمتي فيها، ضربتي فيها، راه عمر هذا. لهذا الاخوان كنصحكم
انا راه تنبغي لكم الخير وما باغي حتى شي واحد الشر، وربي راه غيجازيني على هادشي يا الاخوان. وكتبوا لي التعاليق ديالكم تتنفعني، وديروا لايك وبارطاجيو مع الخوت الاخوان باش القناة توصل للناس، لانه بزاف الناس مساكن ما عارفينش، ما عندهمش معلومات. غنعطيهم معلومات ان شاء الله في هذه القناة، قناة الهجرة الشرعية. هي الانسان كنوريوه شنو يدير باش ما يطيحش في الخطأ. الا طحتي في الخطأ راه ما يمكنلكش ترجع للور. 7 سنين من حياتك ولا 5 سنين في حياتك مشات لك، راه ضايع. هذا الاخوان، كاين الناس اللي ماتوا لهم والديهم وما مشاوش شافوهم لانه ما عندهمش الاوراق. راه صعيب الحال تكون هنا بلا اوراق، بغيتي تسافر للمغرب ما عندكش اوراق، شتي. المهم تحياتي ليكم، انا غنحط لكم الرقم ديال المدرسه هنا في صندوق الوصف. تحياتي للجميع. انا الاخوان كنحيد من وقتي وكنعطيكم تنتوما لايك وبارطاجيو مع اصحابكم باش القناه غادي يشوفها كلشي ان شاء الله. اللي قال لي تيتنصب عليه فشي قناه اخرى غادي يدخل عندنا، ومرحبا بكم الاخوان. انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف الرقم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله.